أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. 19 عنوان على أصل 25 عنوانا في الصحافة اليونانية والمواقع الهامة والمواقع الشبه رسمية والقريبة من الحكومة، كلها تجمع على وجود هزيمة يونانية دبلوماسية يونانية في هذا اليوم، لأن الاتحاد الأوروبي لم يتحدث عن قضية العقوبات ضد تركيا فيما تجاوز الفيتو القبرصي وجعله مجرد مشكلة يحكمها مجلس الأمن حسب قراري 550 و 789، مما يجعل دولة قبرص هي في منطقة البسودو تماما أو شبه الدولة. هذا تطور كبير جدا بالنسبة للعلاقة التركية مع الاتحاد الأوروبي، لأن البيان الرسمي جعل المرجع بالنسبة لهذه العلاقات بالعودة إلى 2016 وإطلاق دينامية أخرى لهذا الحوار بالنسبة للامتيازات الموجهة للسلاح التركية وغيرها، يعني ما يسمى بالامتيازات المقدمة من الاتحاد الأوروبي لتركيا، أيضا بالنسبة للميزانية الموجهة لمحاربة الهجرة وكل ما كان الاتفاق بين أنقرة وبين بروكسل. إذا المسألة اليوم هو بيان يخلو من العقوبات رغم الدعوة المفرطة باتجاه هذه العقوبات ومحاولة إثارتها في دجنبر القادم، كلها تأتي نتيجة اتفاق تكشف عنه جريدة بيلت الألمانية بأن اتفاقا عسكريا حدث بين تركيا وما بين اليونان تحت سقف الناتو، وهو ما دفع إلى اتفاقين مرة واحدة، اتفاق من داخل بروكسل وآخر أيضا من مقر الأطلسي، إذا من مقر الاتحاد الأوروبي ومقر الأطلسي للتهدئة، بل أخطر من ذلك، بل إيجاد ميكانيزم للتهدئة. وهنا سنتطرق إلى الاتفاق الجاري بين تركيا وبين اليونان. هذا الاتفاق العسكري يضم من جهة أن يكون هناك خط 24 ساعة على 24 ساعة بين أنقرة وما بين أثينا، حول أي خوفا من أي حوادث أو احتمال وجود حوادث بالنسبة للبحرية. ثانيا، أن البحرية التركية تمثل بالطريقة التي تمثل بها اليونان، مما يجعل المياه التي يطالبها اليونانيون هي مشتركة بين تركيا وما بين اليونان على الصعيد العسكري في مراقبتها وأيضا في التصرف فيها وتأجيل قضية التنقيب إلى ما بعد، مما يعني هو أن هذه المياه هي مياه مشتركة في شرق المتوسط، بحر إيجا والبحر الأبيض المتوسط، لكن هناك لغز قانوني لأنه ذكر جنوب شرق المتوسط، بما يعني هذا انتصار قانوني إضافي بأن ما سيجري في جنوب كريت أيضا سيكون تحت حماية الأتراك، ولذلك فالتنقيب إن لم يكن في منطقة في المنطقة أو في الجزر القريبة من فأيضا في الجزر التي بين تركيا وما بين اليونان في شمال شرق المتوسط. اليوم يذكر البيان جنوب شرق المتوسط، بمعنى أننا أمام الجنوب ويقصد منه كل ما يجري بما في جنوب كريت والصراع الذي حدث بين توطال وما بين الأتراك. إذن فرنسا تتنازل عن تنقيبها وعن ترخيص تنقيبها لتوطال في هذا الظرف الحرج للغاية، لأن مجرد ذكر الاتحاد الأوروبي بأن جميع ما يسمى بالخطوات الأحادية فكلها مرفوضة. السؤال المطروح هو على أن ما يجري بين اليونان وبين مصر الاتفاقية الترسيم، هل هي ضمن الإجراءات المسمات أحادية الجانب؟ هل ما يجري من اتفاق بين ليبيا وتركيا هل هو أيضا من الإجراءات الأحادية الجانب؟ الاتحاد الأوروبي يفسر هذه الخطوة بأنها يجب المرونة في هذه الاتفاقيات
دون الوصول إلى حلول عسكرية لإنجازها، وبالتالي فإن التنقيب في المناطق التي يمكن أن تكون مصدراً للقلق هذا لا يكون فيه أي تنقيب. ثانياً أن هناك تكريس لستة أميال، ست أميال فقط عوض 12 ميل التي عمل عليها اليونانيون. لقد أبطل اليونانيون وبقرار من برلمانهم الذي وسع إلى 12 ميل اليوم سيعودون إلى 6 ميل فقط. وستة أميال عن الشاطئ هي الحدود التي تعتبر اليوم هي المياه الإقليمية للبلدين، وبالتالي في هذه يجوز التنقيب ويجوز وتجوز أعمال السيادة فوق الست أميال. وهو ما يعطي لتركيا على أن أرخبيل كاتسيرولو كل هذه الإجراءات يعني القريب، لأن هناك جزر ليس لديها إلا حوالي الكيلومترين أو الكيلومترين ونيف بينها وبين الشاطئ والجرف القاري التركي. عندما نضع أمامنا ست أميال فإن كل هذه الجزر اليونانية لم يعد لها جرف حاليا، ليس لها جرف قاري حاليا، يعني أننا أمام ست أميال كاملة للأتراك وست أميال عن في اليونانيين، وهذا ربح كبير جدا بالنسبة للأتراك. إذن قضية العودة إلى ست أميال. القضية الثانية هي بالنسبة للأرخبيلات الموجودة في الست أميال القريبة من تركيا، وهي جزر ليس لديها جرفا قاريا الآن على الأقل وبصفة مؤقتة في انتظار المصادقة على هذا الإجراء والاتفاق عليه. المسألة الثالثة هي بالنسبة للحضور البحري التركي بما فيه حضور الغواصات، وهذا ما يعني أننا أمام ترتيب جيد للغاية، لأن الحضور العسكري هو لا يذكر سوى عدم الوصول إلى حوادث، وأي تنظيم عدم الوصول إلى حوادث، وإنما ليس هناك أي سقف عسكري لا من الطرف اليوناني ولا من الطرف التركي، مما يجعل العسكرة ما يسمى بعسكرة تركيا للمتوسط متواصلة، وإنما لا تصطدم مع البحرية اليونانية. إذن هذا جيد للغاية. المسألة الأخطر بالنسبة للأنكسز الموجودة وما يسمى بالملاحق، فعندنا ملحق أساسي هو من ميكانيزم عدم التصعيد الذي يمكن فيه تحديد الفرقاطات وغير ذلك حسب اتفاق الطرفين، وليس هناك راعيا آخر، لا الراعي الأوروبي ولا الراعي الأمريكي، لا أحد من الرعاة اليوم. وبالتالي فتركيا مسموح لها أن تكون في جنوب كريت وأن تكون في جنوب شرق المتوسط، الوصول إلى ليبيا، السماح بهذه المنطقة الموصلة إلى ليبيا وتواجد عسكري فيها، وهذا ما يعني أننا أمام سماح كامل لامتيازات بحرية تركية لم تكن مسبوقة، ليس فقط بالنسبة للجزر التي هي ضمن ست أميال المشاطئة لتركيا، إنما أيضا في جنوب كريت وفي غيرها. إذن نحن أمام اتفاق عسكري هو في صالح تركيا، لأنه يضمن لديها الامتياز البحري في التواجد وبالطريقة التي تريدها وعلى المسار الذي تريده تماما كاليونانيين، يعني أننا أمام أعمال سيادية لتركيا واليونان على منطقة واحدة أو على قطعة بحرية واحدة يجب فيها أن لا يستفز طرف طرف. أما بالنسبة لأي إجراء أحادي في قضية التنقيب فهذا مؤجل إلى الترسيم. وانطلاقا من الأول من أكتوبر سنجد أمامنا ميكانيزم للوقاية من النزاع سيبدأ تحت إشراف الناتو، وبالتالي فنحن أمام عدم وجود أو ليس فقط خفض لدرجات النزاع إنما الوقاية من النزاع،
وبالتالي فهناك ضباط لجنة من ضباط يونانيين وآخرين أتراك سيشرفون على هذه العملية وهذا الميكانيزم الأول من أكتوبر فما فوق. إذن نحن لدينا اليوم اتفاقان، اتفاق من تحت سقف الاتحاد الأوروبي وآخر من الحلف الأطلسي. إنما ما نكشفه اليوم هو إمكانية حضور الغواصات، إمكانية حضور فرقاطات بالنسبة للنافتكس أو الإنذارات البحرية تكون باستشارة مع اليونان، ليس بطلب إذن أو إلى آخره، إنما لهذه اللجنة أن تكون مطلعة على هذا التوقيت فقط، يعني أنه إعلام به وليس هناك قبول من عدمه كما كانت تطلب اليونان. هذه ثالثا. رابعا هو التواجد بالنسبة للسلاح الاستراتيجي، هناك إمكانية لتواجد سلاح استراتيجي، لأن هذا ضغط من فرنسا أيضا للسماح للأمريكيين في سودة بتحويل قاعدتهم إلى قاعدة استراتيجية. إذا السلاح الاستراتيجي الأمريكي موجود أصلا وفرض نفسه قبل القمة، فعندما حضر بامبيو إلى قاعدة سودة اليونانية أصبح هناك مشكلة تواجد السلاح الاستراتيجي مسموح للأمريكيين، كذلك الشأن بالنسبة للفرنسيين، وبالتالي فنحن أمام ترتيب آخر هو إمكانية تواجد هذا السلاح للطرفين اليوناني والتركي على حد سواء، ويسمح هذا المعطى للأتراك بوجود شراكة استراتيجية مع أي طرف يراه، رغم أن بالنسبة للأمريكيين فهم يجدون أن تواجد هذا السلاح الاستراتيجي هو تواجد للأمريكيين وللفرنسيين واليونانيين والأتراك على أساس أنهم أعضاء في الناتو. وهنا يقع إشكال كبير جدا، هل هناك إمكانية لوجود سلاح رادع بحري ك DSH أو DSH؟ إذا نحن أمام هذا السلاح الرادع للسفن، هذا ممكن تواجده وبضمان من الغواصات وتثبيت موقعها، وأيضا بالتوجيه التلقائي بالنسبة لأي قوة صاروخية موجهة. إنما هناك تفصيل هو أن المسألة لا تتعلق بحريا فقط بالنسبة لهذا الاتفاق، بل أيضا جويا، وبالتالي فالمشكل كله يدور حول البيرقدار وحول هذه المسيرات. إذا بالنسبة لخفض التوتر يشمل المسيرات والجو بالإضافة إلى البحر. إذا المشكل الآن هو بهذا الميكانيزم، ميكانيزم يعطي امتيازا كبيرا للأتراك، يعطي جولانا في قلب المياه التي كانت تعتبر سيادية بالنسبة لليونانيين. ثالثا على أن كل منطق ما يسمى بالترسيم الذي حدث بين مصر وما بين اليونان هو أيضا يدخل ضمنه بالنسبة للأتراك، يدخل الاتفاق الأوروبي يشمل كل الترسيمات الجديدة. إذا نحن أمام ترتيب من كريت إلى حدود مصر، وبالتالي فإن الأتراك وبمنطوق هذا الاتفاق من حقهم اليوم أن يعتبروا كل ما يجري خطوات أحادية. لذلك فالرد قد يكون أيضا باعتبار أن الاتفاق الذي حدث بين ليبيا وما بين تركيا هو أيضا أحاديا، لكن في كلا الحالتين فالأمور لن تذهب كذلك، سيبقى الترسيم اليوناني المصري بنفس قدر احترام الترسيم التركي الليبي، وهذا إيجابي جدا بالنسبة لتركيا لأنها صادقت بطريقة أو بأخرى على عملية، على أن يكون عمليا ترسيما، يكون عمليا وفعليا بمفهوم الأمر الواقع، والآن أصبح لديه ترتيب قانوني وترتيب ناتج عن اتفاق بين اليونانيين وبين الأتراك. إذن المشكل كله اليوم في طريقه إلى خفض التوتر، لكنه يسمح، وهذا هو الأهم،
بوجود سلاح استراتيجي تركي يساوي ويعادل أو يزيد أو يزيد، يعني ليس هناك أي، لا بالنسبة للحلفاء بالنسبة لليونانيين، فأي حضور أمريكي بالنسبة للسلاح الاستراتيجي وأهميته سيكون بنفس المعطى لدى الأتراك. لذلك فلا مساس بالتواجد العسكري في المياه المشتركة اليونانية التركية بمنطوق اتفاق الاتحاد الأوروبي. إذا لا مساس في أي شيء، فقط هو تأمين ووقاية وميكانيزم وقاية، لكنه سيسري على كل ما هو متفق عليه، خصوصا بالنسبة للاتفاق الليبي التركي الذي أصبح بمنطوق الاتحاد الأوروبي ومنطوق الاتفاق ساري المفعول إلى حين الاتفاق النهائي بالنسبة لترسيم الحدود بين اليونان وما بين تركيا والحل في قبرص، وهذا ما ينتظره أيام. لذلك فقد اختارت تركيا وقبل هذا التوقيع أن تصعد إلى أقصى الحدود وتتواجد في شمال قبرص بالطريقة التي تناسبها، واليوم هي موجودة بالغواصات وموجودة بالقدار وموجودة بكل السلاح الاستراتيجي الذي تمتلكه بحرا وجوا، من أجل أن نقول ببساطة على أن الأتراك فازوا وأن اليونانيين هزموا حسب صحفهم. وهنا تبدأ الإشارة على أن الأمر يتعلق بتسريع اتفاق من أجل سحب هذه الأسلحة الاستراتيجية من المياه المشتركة. الأهم اليوم هو الوصول بأسرع وقت إلى هذا الاتفاق، وهذا ما نبه إليه الفرنسيون وأكدوا حسب مداخلة ماكرون في القمة عندما قال إن التسريع في الاتفاق هو الذي سيحسم عدم وجود هذا السلاح إلا في الحدود التي لدى تركيا، ولا تتجاوز إلى مياه مشتركة نعتبرها إلى الآن والأوروبية. إذن لا يمكن العبث في نظره بهذه المياه. اليوم قد سلمناها للأتراك، لكن غدا قد تبقى هذه الأمور بهذه الطريقة، وهذا ما يزعج ماكرون بشكل كبير. لقد أزعج الاتفاق أثينا وأزعج باريس، ولكن ليس هناك شيء آخر، لأن السقف الذي رسمته ميركل هو الذي تسير عليه كل الأطراف، خصوصا أردوغان. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.